لما هتلر ابتدى يغزو دول حواليه كان في ترند كده ان الصحافه والراي العام بتدعبس ورا الاصول العائليه للسياسيين، عشان لو واحد اصله الماني يقولوا له تعالى هنا انت بتجامل هتلر ولا ايه. حاجه شبيهه لده حصلت دلوقتي مع بوريس جونسون. بريطانيا ساكته في حرب ارمينيا واذربيجان والناس بيقولوا له ايه افتكرت اصلك، هو ايه بقى اصله ده؟ تعالوا نعرف. انا مها الرئيس ودي الزاويه البعيده. قصة بوريس جونسون ملمسة جداً في الصراع بين تركيا من ناحية والأرمن من ناحية تانية. تعالوا نشوف شجرة العيلة كده. جده الكبير علي كمال كان صحفي وسياسي تركي ومعروف بآرائه الليبرالية وبقربه من بريطانيا. لما راح لندن في منفى اختياري اتجوز واحدة انجليزية من أب سويسري اسمها وينفريد برون، وخلف منها ولد اسمه عثمان ويلفريد سنة 1909، بس مراته ماتت بعد الولادة فرجع تركيا وساب عثمان مع عيلة مراته، فغيروا اسمه لويلفريد جونسون اللي هو لقب جدته لأن كان ساعتها في تحيز ضد الأتراك وقت الحرب، وويلفريد ده اللي هو جد بوريس جونسون. طيب كده عرفنا عثمان ويلفريد أو ويلفريد جونسون، وده في بريطانيا. لما علي كمال ساب ابنه هناك ورجع تركيا للعمل السياسي كان معارض لصعود كمال أتاتورك وكان ضد الحركة القومية بتاعته، إنما اللي يهمنا إنه كمان كان ضد التغطية على عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي للأرمن واللي بدأت في تركيا سنة 1915. وسائل إعلام كتير كانت بتتكلم عن شعر بوريس جونسون الغريب، والواضح إن شعر جده في وراه قصة تانية. في يوم سنة 1922 علي كمال اتخطف من صالون الحلاق واتقتل في الشارع على ايد جماعات الشغب اللي تبع القوميين الاتراك باعتباره خاين والسبب دفاعه عن الارمن، لدرجة ان اللي قتلوه حفروا على صدره عبارة ارتين كمال، وارتين ده اسم ارميني. الاصول المتعددة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مش بس انجليزية مسيحية وتركية مسلمة، دي كمان يهودية شرق اوروبية لان جده لامه كان حاخام ارثوذكسي ليتواني. بوريس نفسه كمان امريكي لانه اتولد في نيويورك سنة 1964 وكان معاه الجنسية قبل ما يتنازل عنها ويغير اسمه من الكسندر بوريس جونسون ويختار اسم بوريس عشان الكل يناديه. يعني لو بوريس جونسون هيراعي أجداده في كل تصرف مش هيتحرك من مكانه، ولحد النهاردة المسؤولين بيرفضوا أي تلميح إن تاريخ عيلة بوريس جونسون ليه أي تأثير على سياسة الحكومة. علشان تتابعوا حلقات الزاوية البعيدة شوفوني على دقائق.net وتابعوا صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على القناة بتاعتنا على يوتيوب، وأخيراً تقدروا تنزلوا تشوفوا كل المصادر تحت الفيديو. Stay safe.